عامر حسين عضو اتحاد الكرة، برحب بيك يا باشمهندس. بشكر سيادتك يا أستاذ إسلام طبعا، وبشكرك على المقدمة الجميلة دي، وطبعا القرارات ممتازة، قرارات ممتازة. أنا شخصيا يعني كنت أرى إن ضرورة إن لازم الدوري يتعمل ولو لموسم واحد على نظام المجموعة، يعني التجربة البلجيكية أو الدوري البلجيكي، إن هو الدور الأول كامل والدور الثاني 10 فرق وثمان فرق، ما وصل لتسعة وتسعة. طبعا ده هيقلل الضغط جامد قوي، وهيرفع الضغط عن الأندية اللي بتشارك أفريقيا، عن الأهلي والزمالك والأندية الاثنين التانيين اللي هيروحوا معاهم أفريقيا. وكمان بالنسبة للمنتخب القومي هتبقى في فرصة، هتقلل الإصابات، هتبقى في فرصة للتجمعات، المنتخب وقت أطول، هتقدر اللعيبة تبقى يعني زيها زي الدوريات العالمية الأخرى، مش هتلعب عدد مبالغ فيه من المباريات، وبعدين هتنتظر المسابقة، مش هنستنى بقى لآخر السنة وندخل السنة الجديدة إلى آخره. دي حاجة. الحاجة التانية إن لجنة المسابقات تبقى شركة ألمانية تحت إشراف الحاج عامر حسين. أكيد هتكون تجربة ممتازة جدا، أكيد إحنا هنستفيد منها، خاصة إن أنا عرفت إن الشركة دي عندها خبرة في إدارة دوريات أخرى الدوري الإماراتي والتركي، يعني عدد من الإماراتي والتركي وأعتقد الألماني، أو الألماني. فطبعا هتبقى تجربة مفيدة جدا، وهنبقى يعني بنتكلم كورة بلغة العالم. برضو كمان إن في هيجي خبير عالمي يمسك رئاسة لجنة الحكام، أنا برحب برضو بالكلام ده تماما. يعني ده مهم جدا حضرتك يعني أشرت ليه، يعني هل الخبير الأجنبي أفضل من إن يكون رئيس لجنة الحكام مصري؟ لا مش أفضل، مش أفضل، بس عنده خبرة أكتر، وبعدين هينقل خبرته دي لحكام مصريين كتير. وبقى احنا هنقفل باب اللي هو اللي هو يعني الشماعه اللي احنا بنعلق عليها حاجات كتيره قوي طول الدوري. اعتقد ان يعني جلاتنبرج ده اللي كان موجود ده كان راجل ممتاز. التجربه السنه اللي فاتت ما كانتش كويسه. انا شايف طيب باشمهندس، يعني بخبرات حضرتك الكبيره، وممكن تقول لي مشاكلك انت كرئيس نادي في الموسم اللي فات علشان نتداركها الموسم اللي جاي؟ يعني قول لي واحد اتنين تلاتة. التحكيم ايه المشكلة في التحكيم؟ هل ان بعض الحكام مثلا ما بيكونوش على قدر المسؤولية في بعض المباريات؟ لا لا لا، هم كلهم ناس محترمين، بس نتيجة لضغوط كتيرة وارد ان يكون في قرارات خاطئة، لكن هم ناس محترمين، انا ما بشككش في ذمه حد. لا ما بتكلمش على الذمه، لكن ممكن تحكيمية. الكفاءه الفنيه ما اقدرش احكم عليهم لان انا ما اعرفهمش يعني بصفه شخصيه، لكن وفي منهم يعني قول لي بعض المباريات اللي حضرتك واجهت فيها مشاكل. انا معايا بالمناسبه كمان شويه الكابتن محمد فاروق القائم باعمال رئيس لجنه الحكام او رئيس لجنه الحكام الحالي، يعني قول لي بعض المباريات اللي حضرتك مثلا لا انا واجهتها. لا اتذكر بعض المباريات، لكن احنا ضاع مننا مباريات. لا هقول لك حاجه، مباراه سموحه وزد في استاد اسكندريه، الكره تجاوزت الخط، طلعت بره اوت، طلعت اوت ورجعت من الاوت واتشاطت ودخلت جون. هو ابسط مثال، يعني ابسط حاجه. طيب قلنا التحكيم، في ايه تاني من وجهه نظر حضرتك؟ هل المؤجلات، هل طبعا المؤجلات دي طبعا ارهقت الفرقه، طبعا ارهقت الفرقه، اللي انت ما انتش عارف كل المباراه، ما انتش عارف هتلعب المباراه الجايه ولا لا. انت بتحصل عندك توقفات انت لا تتوقعها، غير كده ان انت لعبت مباريات كتيره في وقت قليل، حصلت عندك اصابات. حصلت عندك اصابات، يعني كان في اصابات كتيره في الانديه، يمكن نسبة وكان الإحصاء إن نسبة الإصابات السنة دي كانت أعلى من أي سنة أخرى، خاصة الإصابات الجامدة، مش بتكلم على الإصابات الخفيفة، الناتجة عن الإرهاق، الناتجة عن الضغط الكبير قوي على اللاعبين. طبعًا هل الأندية الغير جماهيرية بتعاني من عدم العدالة؟ طب حضرتك شايف إنها جماهيرية ولا مش جماهيرية؟ أنا بالنسبة لي لا، انا بتكلم على الانديه الغير جماهيريه. لا احنا لازم 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 حضرتك تتاكد ان سموحه ده نادي جماهيري. احنا عندنا 400 ألف اسره، تمام،
هل بيحضروا الماتشات من كده ايه؟ لا يعني هل بيحضروا الماتشات؟ لنا ريكورد في الدوري الممتاز بقالنا. لا يعني انا بتكلم على انديه الجماهيريه زي الاهلي الزمالك الاسماعيلي المصري الاتحاد. لا الاهلي والزمالك طبعا تاريخ كبير، تاريخ كبير، ما فيش وجه مقارنه بينهم وبين اي نادي على الاطلاق. هل بقى الانديه اللي هي خلينا نقول جماهيريتها اقل، لو هنعتبر ان نادي سموحه من وجهه نظر حضرتك انه نادي جماهيري، هل بتعاني من عدم تطبيق العداله في المباريات في قرار في بعض القرارات؟ لا العداله مش مقرونه بنادي جماهيري او غير جماهيري. كل لكل يعني كل حدث بمفرده. وبرضه باكد ان انا ما بطعنش في ذمه ولا في كفاءه الحكام. تمام. لكن حصلت ضغوط على الحكام، وحصلت وبعدين يعني حصلت اخطاء. انا ده كل الناس اشتكت من التحكيم، مش انا بس اللي بشتكي من التحكيم. مش انا بس اللي بشتكي من التحكيم، ناس كتير اشتكت من التحكيم. لا في انديه الزمالك وارد الزمالك اشتكى، والمقاولين العرب قبل هبوطه اشتكى، يعني في والاهلي اشتكى وبيراميدز اشتكى، يعني في انديه جبنا 54 نقطه. انا متهيئ لي احنا ثلاث مباريات ضاعوا مننا بسبب التحكيم. بس على الاقل. هل في مثلا يعني اقتراح او امر معين حضرتك عايز تشوفه الفتره اللي جايه ما كانش موجود في الموسم اللي فات؟ لا، غير ازمه غير ازمات الحكام. القرارات اللي اتخذت النهارده هتعالج كل شيء. هتعالج بحد كبير قوي، ينقصنا بقى التجربه. هو بس انا ليا اعتراض واحد بس وخلاص، ده مش هيغير في الامر شيء، ان هي المجموعات فرديه. الفرديه دي مش هتخلي كل اسبوع او كل يوم هتقام في مباريات فرقه هتبقى ايه؟ ما عندهاش مباراه. فلما تيجي في الاخر الفرق اللي هتصارع الهبوط او الفرق اللي على المقدمه لو هي نقاط متماثله مش كلهم هيلعبوا في نفس التوقيت. وده خطا جوهري. من وجهه نظري. غير كده انت دلوقتي ايه؟ هتنزل فرقتين. طب هتطلع كام فرقه السنه الجايه؟ انت هتقلل الدوري ولا هتزود عدد انديه الدوري؟ ايوه. دي برضه نقطة مهمة، دي نقطة مهمة، يعني النقطتين دول أنا شايف إن النقطتين دول هما إيه؟ يعني مسار احتكاك. طبعًا أنا يعني دايمًا المفروض بتفرد الدوري كله وبتشوف كل نقاط الاختناق وإزاي تتغلب عليها، لكن القرارات في إجمالها هتتغلب على 90% من المشاكل اللي بتعترض الدوري المصري. نتمنى يا باشمهندس. انا بشكرك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، يعني معلقا على قرارات رابطه الانديه. سيد نيمار بيقترب من المصري، جوميز بيصحح